قسما بالله انا اتفاجئت بموضوع الجواز العرفي ده زي كل الناس. هي كلمة واحدة، قدامك اسبوع، 7 ايام لا فوقهم ولا تحتهم، يا اما سباسم ده يظهر ويبان يا اما طب قسما. فهموني بس، فهموني، انتوا عايزين منه ايه؟ يتجوزها رسمي؟ ايوه يتجوزها ويرجع يطلقها رسمي. طب اديني مهلة اكتر شوية. اسبوع واحد بس، وما تحلمش باكتر من كده، ويا ويلك انت وهو لو عدى الاسبوع ده وما حصلش حاجة. وسكت على الكلام ده ما ردش خالص. بص يا منال، اهم حاجة لما تبقي في مواجهة شخص معين انك تبقي عارفة معدنه او على الاقل مخمناه. وانت عرفت معدن عادل منين؟ من مواقفه طبعا. الشخص اللي يتراهن مع واحد صاحبه على واحدة عشان يوقعها في شباكه فده انسان مش كويس. ضيفي كمان على كده انه كان عارف انك حامل وساب صاحبه يختفي ويتخلى عنك، وكمان كان بيشاركه في الكذب ويقول انه مسافر، وكل ده طبعا ما حصلش. كل ده معناه انه انسان معدنه فالصو، خسيس، والخسيس يخاف ما يختشيش. طب وانت ايه اللي خلاك متاكد كده ان باسم ما سافرش؟ يا بنتي هو انا بلعب؟ انا رحت الجهات المختصه وسالت وعرفت كل حاجه. الواد ده حتى ما عندوش جواز سفر، وما كانش ليه مكان على اي طياره سافرت السعوديه في اليوم اللي قال عليه، ولا حتى قبله ولا بعده. معقول؟ طب ده معناه ايه؟ معناه انه مختفي وهربان، سرق منك العقد واختفى عشان ما يبقاش ملتزم ناحيتك باي حاجه. تتصورش يا احمد قد ايه بقيت بكره الانسان ده، وبكره نفسي اني في يوم من الايام فكرت في واحد زيي. معلش، اللي حصل حصل، المهم اللي جاي. اللي جاي؟ اللي جاي ايه بقى؟ ما خلاص مش هقدر اعيش حياتي زي اي بنت عاديه خلاص. بطلي عبط، الحكايه دي هتتحل ان شاء الله قريب قوي. انت كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تركزي في دراستك. عندك حق، مفيش قدامي غير دراستي خلاص. وكل اللي فات ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، ولما تفتكريه تقولي لنفسك ان الضربه اللي ما بتموتش بتقوي. انا عايز عظمك ينشف يا منال، وانا واثق انك هتنسي الموضوع ده في اقرب وقت ان شاء الله. ايوه يا حسام انا منال. يخرب عقلك، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت عند بابا؟ ايوه قاعد عنده كام يوم. انت عامل ايه؟ وحشتني قوي يا حسام. وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. عامله ايه؟ صدق ان انا مبسوط جدا انك انت قربتي من بابا الفتره اللي فاتت دي. بس يا ترى بقى ماما مش مضايقه الحكايه دي؟ لا 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 خالص. المهم اخبار مراتك ايه؟ مراتي كويسه الحمد لله يا حبيبتي. اسمها ايه يا حسام؟ لا ما انا مش هقوله لك بقى غير لما تشوفيه عشان يبقى مفاجاه. طب هي حلوه؟ زي القمر. هو بابا فين؟ ادهوني. اصحي كده وفوقي لي، في خبر حلو. بطل حركاتك دي بقى، عايزه انام. حركاتي؟ طب خلاص مانيش قايل. طب قول انا سامعاك في ايه. سلوى حامل. حامل؟ ايوه. صحيح الكلام ده؟ ايوه. وعرفت منين؟ لسه قافل التليفون معاهم دلوقتي. حبيبتي يا بنتي، يا ترى عامله ايه في الحمل؟ بكرة نشتري كارت وتطميني عليها بنفسك. خلاص بقى، بقيت جد. طبعا، امال يعني هبقى جد انا لوحدي ولا عايزه تفضلي صغيره على طول؟ قولي صحيح، هي منال حست بحاجه؟ لا، انا لما عرفت الخبر قدرت اسيطر على نفسي، لكن انت ما كنتيش هتقدري، واكيد منال كانت هتشك. واحنا هنفضل مخبيين كده لغايه امتى؟ يعني لحد حالة أم رياض ما تستقر، وبعدين الكل لازم يعرف. ما قالتلكيش منال هتيجي امتى؟ بكره. قالت لي ماما وحشتني وحاجة بكره. لو كنت وحشتها ما كانش قعدت المدة دي كلها. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. صح المرض بيزل. فأنا لو كنت بصحتي كانت قعدت المدة دي كلها هناك. لكن أعمل إيه؟ ما عادش ليها حكم على حد ولا كلام على حد،
وكل ما دم يغلي اقول بس يا بنت خلي المركب تمشي لغايه لما توقفي وتمشي حالك، لكن دمي لما يغلي المرض هيتاخر ويمكن ما قومش خالص. اسم الله عليك يا حبيبتي، دعين الحال، بنتي طول عمرك عقلة وكاملة. انت اللي بتعامليني زي ما تكوني بتعاملي العيال الصغيرة كده. انا ده انا لا عشت ولا كنت، ده انت طول عمرك ست الستات وهتفضلي ام العقل كله. طب بقولك ايه، اخش اوضه النوم هات النوتة اللي فيها نمرة الدكتور بتاع العلاج الطبيعي. ليه؟ عايزة اقول له يجي لي كل يوم يعمل لي جلسة زيادة. ليه بس؟ طب ما هو اضرب شغله. عايزة اقوم اقف وامشي. يا حبيبتي ليه؟ ما انت بتتعبي وبتتضايقي لما بيجي. هاجي على نفسي واستحمل عشان اخف. طب ما هو انت بتهديني ليه؟ ما تروح جيب النوتة. طب نستنى بس لما ست نبيلة تيجي. هتعمل لي ايه ست نبيلة؟ انت بتذليني عشان بشتغل على الكرسي. اوعي تعملي لي حاجة. اوعي ست نبيلة. اقطعني والله ما كان قصدي. انا هروح اجيب لك النوتة هوا بس يا حبيبتي. حاضر حالا اهو. ما ينفعش كده يا استاذ سعيد، قلت السفرة دي كان لازم تكون في المعرض من 4 ايام، ايه اللي اخركم ده كله؟ اديني بقى سبب مقنع. والله يا مدام اللصة جاع في الاستورج لاقيت عيان بقاله كام يوم. يعني عايز تفهمني ان ورشة كبيرة زي دي ما فيهاش غير استورج واحد بس؟ لا احنا كان عندنا 2 تانيين، بس من ساعة ما ست شرايا تعبت وهم ما بيجوش. ما بيجوش؟ يعني ايه ما بيجوش؟ يعني سابوا الشغل يعني؟ مش عارف. اتصل بيهم النهاردة وقول لهم لو ما رجعوش الشغل بكرة هنجيب صناعية تانية غيرهم، فاهم؟ حاضر يا مدام، ولو ما جوش؟ مش عايزة سؤال، الاسترجية أكتر من الهم على القلب. حاضر يا مدام، تأمري بحاجة تانية؟ لا شكرا، بس تبقى رد عليا بعد ما تتصل بيهم. من عناية يا مدام. أهلا ست منال. منال ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بابا؟ وحشتيني. وانت كمان، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اللي واني زعلانة منك. مني أنا؟ ليه؟ كده برضو يا نبيلة، ما تسأليش عليا ولا مرة وأنا عند بابا. يا حبيبتي أنا مطمنة عليك إنك عند بابا، وكمان عارفة إن ماجدة كريمة وطيبة وهتخلي بالها منك. بصراحة بس برضو كنت مستنياك تسألي عليا. معلش ما تزعليش مني، ما أنت شايفة الحوسة اللي أنا فيها دي. حوسة؟ حوسة دي بقى يا ستي؟ ما أنت ماشية الشغل زي الفل أهو، ولا ماما في زمانها. لا لا لا، أنا فين وماما فين بس. لا بجد والله يا نبيلة برافو عليكي. المهم دلوقتي طمنيني عليكي، أنت عاملة إيه وإزاي صحتك؟ انا كويسه الحمد لله، راجعه البيت دلوقتي. هما وحشتني قوي يا نبيله. بجد راجعه البيت؟ طب كويس، انا عندي شويه شغل هخلصهم وهحصلك على البيت عشان نتغدى سوا. الله صبر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه يا ابني جيت امتى؟ يا دوب من ساعتين. حلو قوي. قولي بقى غرض اجازه ايه؟ 100 100. الا 100 100. اما باسم قضيت يومين حلوين مع البنت بتاعتي، انما ايه، نسوني قرف الشغل ونسوني البحر الاحمر. بس اوعى تكون نسيتنا صبر. لا 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 ما تخافش. وادي يا سيدي، ادي شريط من صاحبك عادل. حلو. وادي شريط من امك واختك، اسمعهم وطمنهم. شكرا يا صبور. المهم قول لي، وصلت الامانه لامي ولا لا؟ طبعا اديت الفلوس لاختك. وقلت لها زي ما فهمتك؟ والله العظيم قلت لها ان انا راجع من السعوديه وان احنا شغالين مع بعض. كويس قوي. ثم يعني ما بعتوش معاك غير الشريطين دول؟ لا ما تقلقش، اختك بعتت لك دكر بط وجوز حمام وشويه ملوخيه ناشفه. ناشفه؟ فين يا ابني الحاجات دي؟ فين ايه؟ هاكلهم ولا ايه؟ عندي في الثلاجه. بتعالى خدهم عشان ما عرفتش اجيبهم. ماشي يا صبور، تعيش يا اخويا، ما نحرمش منك ابدا. العفو يا سيدي، مطرح مصر يمري. هيمري يا اخويا ان شاء الله هيمري. بقول لك ايه، كل كويس وتغذى. ماشي يا حبيبي، ما تستناش. ماشي يا اخويا. مع السلامة يا صبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحقني يا باسم، تعالى اتصرف في البلاوي اللي عمالة تحط على دماغي بسببك. وانت ولا انت هنا، حماك قالب الدنيا عليك وجالي كذا مرة، وكملت بواد محامي لبط طلع عيني ومستحلف لك ومستحلف لي معاك. اتفضل اتصرف بأي طريقة، لأن الواد المحامي ده مش سهل، وعارف إن انت ما سافرتش برا مصر. تعالى في أقرب فرصة، يا إما هضطر أقول لهم إنك في البحر الأحمر.